مرحبا أصدقائي في فيديو جديد. من الطبيعي أنه مع الزيادة السكانية تكثر النفايات التي تؤثر على الإنسان بدرجة كبيرة جدا، وتسبب له الكثير من الأشياء الخطيرة. وبالفعل توجد في الصحراء أعداد كبيرة للغاية من إطارات السيارات القديمة التي تسبب تلوثا لهذه المناطق. ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نتعرف على المشاكل المترتبة على تراكم هذه النفايات وكيفية التخلص منها. هيا بنا لنبدأ. مرحبا بكم أعزائي متابعي قناة هل تعلم في كل مكان. حول العالم وفي كل دقيقة يتم التخلص من حوالي 3300 إطار سيارة قديمة، وتعتبر عملية التخلص من هذه النفايات واحدة من الأشياء الصعبة. كما يقال أن كل دولة تتخلص من هذه النفايات بطريقتها الخاصة. يحاول بعض العلماء اتباع طريقة من خلالها يمكن لهم إعادة تدوير هذه الإطارات بدلا من التخلص منها بطريقة غير صحيحة. لكن في الحقيقة تعتبر عملية إنتاج إطارات السيارات ومحاولة التخلص منها واحدة من المشاكل الكبيرة جدا، وذلك بسبب أنه يتم إنتاج أعداد كبيرة للغاية من هذه الإطارات حول العالم، بالإضافة أيضا إلى أنها تحتوي على مجموعة من المكونات التي تضر بالبيئة ضررا كبيرا. ومن المفترض أن العمر الافتراضي لإطار السيارة بعد أن تتحرك السيارة مسافة 100,000 كيلومتر، ثم بعد ذلك يتم تجميع هذه الإطارات في أكبر ميناء لتجميع نفايات إطارات السيارات، وهذا المكان يوجد تحديدا في منتصف الصحراء العربية في الكويت، حيث يتم تجميع عدد كبير جدا من إطارات السيارات في هذا المكان التي تشكل العديد من الكيلومترات المربعة. كما أنه يمكن رؤية هذه الأحجام الكبيرة من إطارات السيارات من نافذة الطائرات بكل وضوح وسهولة، حتى أن بعضا من هذه الإطارات يأتي من الهند وباكستان وماليزيا. ولكن في أوروبا يحظر تماما وضع هذه الإطارات في مكب النفايات الخاص بها، وذلك بسبب أنها تؤدي إلى ترك عدد كبير جدا من هذه النفايات التي تؤدي إلى تلوث البيئة بدرجة كبيرة جدا. وعلى صعيد ذلك ممنوع أيضا محاولة إشعال النيران في هذه الإطارات التي تؤدي إلى إلحاق ضرر وتلوث كبير جدا في البيئة، وذلك بسبب أن هذه الإطارات تحتوي على مكونات عديدة تنتج أول أكسيد الكربون وزرنيخ الكربوني وثاني أكسيد البنزين. بل على العكس من ذلك يتم إعادة تدوير هذه الإطارات بنسبة تصل إلى 80%، حيث أنها تدخل في الكثير من الصناعات الجديدة، حيث يتم الاستفادة منها في الألعاب الخاصة بالأطفال في الكثير من الملاهي، بالإضافة أيضا إلى استخدامها في صناعة بعض أنواع الأحذية والسجاد المستخدم في الألعاب الرياضية. لكن في الكويت تتراكم أعداد إطارات السيارات بدرجة مهولة جدا لا يمكن السيطرة عليها بسهولة، ويتم إشعال الحريق في هذه الإطارات في محاولة للتخلص منها، ولكن في بعض الأحيان تخرج الحرائق على السيطرة كما حدث في 17 أبريل عام 2012. ويقال إنه قام الكثير من أفراد الجيش وقوات الإنقاذ ورجال الإطفاء بالعمل على إخماد النيران لمدة أكثر من شهر، ولكنه أدى إلى إطلاق الكثير من الدخان الأسود في المدينة الذي كان يلحق أضرارا كثيرة بكل السكان. وتكرر هذا الحادث مرة أخرى من جديد في أكتوبر عام 2020، والذي نتج عنه إشعال النيران في أكثر من 1,000,000 إطار سيارة، مما أدى إلى تلوث كمية كبيرة جدا من الهواء وانتشار العديد من الأمراض لمختلف السكان. ولكن بعد ذلك قامت بعض السلطات في الكويت بإصدار بعض القرارات بضرورة عدم إشعال الحرائق مرة أخرى من جديد في هذه الإطارات، ولذلك قاموا بإرسال حوالي 44,000 شاحنة لكي تعمل على نقل هذا العدد الكبير من الإطارات الذي يصل إلى 42 مليون إطار في محاولة لإعادة تدويرهم.
وبالرغم من أن هذه العملية لن تحدث بسهولة، إلا أنها سوف تؤدي إلى تجنب الكثير من المشاكل والأضرار الناتجة من التخلص منها بطرق الغير سليمة. وفي هذه المصانع يتم إعادة تدوير حوالي 3 مليون إطار سنوياً، وسينتج عن إعادة تدوير هذه الإطارات الدخول في بعض الصناعات مثل صناعة أغطية الملاعب والمسارات المستخدمة للمشاة. ولكن بالرغم من ذلك، في فلوريدا قد تم التخلص من عدد كبير من إطارات السيارات يصل إلى حوالي 2 مليون إطار في ساحل البحر، وذلك في سبعينيات القرن الماضي. ونتج عن هذا الشيء إلحاق ضرر كبير جدا بالشعب المرجانية التي كانت توجد في هذا البحر، كما أنه أثر بدرجة كبيرة على جميع الكائنات الحية التي كانت تعيش في هذه المنطقة. يقال إن هذا الشيء تحديدا تم في عام 1972، لكن بعد ذلك أكد العلماء على المخاطر الكبيرة ناتجة عن هذا الشيء، وفي عام 2001 صدر قرار من المكتب الوطني لإدارة المحيطات والغلاف الجوية بضرورة تنظيف قاع البحر من هذه الإطارات. وفي عام 2005 تم التخلص من حوالي 12 ألف إطار بالكامل في محاولة الإنقاذ باقي الكائنات البحرية والشعب المرجانية. وبعد مرور عامين شارك معهم الجيش الأمريكي في عمليات التنظيف المستمرة لفترة طويلة حتى عام 2009. ولكن يقال أنه بعد كل هذه السنين لم يتم التخلص إلا من حوالي 73 ألف إطار فقط من أصل مليوني إطار سيارة. ويقال إن عملية تنظيف قاع البحر بالكامل من جميع الإطارات سوف تكلف حوالي 30 مليون دولار، حتى أن هذه العملية تكررت أيضا في أستراليا وإندونيسيا وأفريقيا وخليج المكسيك وماليزيا. لهذا يجب دوما التخلص من الإطارات بطريقة سليمة لا تؤدي إلى إلحاق أي ضرر في البيئة. كيف تسرع عمليات البناء ويتم إصلاح الطرق؟ أن لبلاد بلا أنهار أن تنتج مياه الشرب. ماذا يخبئ لنا المستقبل من اختراعات؟ وما هي مهارات العمال المبدعين؟ الفضول سمة العباقرة، يجعل عقلك منفتحاً للأفكار الجديدة ويفتح أمامك عوالم وإمكانيات لا نهائية. ووسط ملايين المصادر والمعلومات، فإن مصدراً واحداً يجمع المعرفة مع المتعة، وهو كل ما تحتاجه. اكتشف نهر يتدفق بالمعرفة، نتقصى فيها الحقائق ونتعمق في البحر لنمنحك أدق التفاصيل بأبسط المفاهيم. تعرف على العالم وأنت أمام شاشتك. كيف تقوم البنايات وتصنع الآلات؟ أمهر العمال وأفضل التقنيات، طرق التصنيع ومهارات التطوير. اكتشف، أشبع فضولك وافهم كيف تعمل الأشياء من حولك. اشترك الآن واستمتع بالمعرفة. أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر، يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب. ثانكس. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.